استقبل دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية العراق الشقيقة. وقد نقل معالي وزير الخارجية تحيات القيادة الحكيمة إلى دولة الدكتور حيدر العبادي وتمنياتها له بالتوفيق، مشيدا معاليه بالعلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق والحرص على توسيع أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بما يحقق مصالحهما ويعود بالنفع على شعبيهما. من جانبه أكد دولة الدكتور حيدر العبادي اعتزاز جمهورية العراق بالعلاقات الأخوية مع مملكة البحرين والتي تستند لتاريخ طويل من العلاقات بين الشعبين الشقيقين الذي يشكل مرتكزا لتعزيز هذه العلاقات على مختلف الأصعدة، مشددا على أن استقرار مملكة البحرين والدول الشقيقة هو استقرار جمهورية العراق، مشيرا إلى ضرورة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة، معربا عن خالص تقديره لزيارة معالي وزير الخارجية ومتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. وأثنى معالي وزير الخارجية على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب والتي حققت نجاحا مهما بتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، مجددا معاليه موقف مملكة البحرين الداعم لجمهورية العراق في مواجهة الإرهاب وتأييد الجهود الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق.